سألتك يا الليل أقبل والوجود سكون الله أكبر الله أكبر يا أيها المختار لا دار للمرء بعد الموت يسكنها. والآن ننتقل بكم إلى لندن لسماع إسلام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بدأ الإنشاد الديني مع ظهور الأذان بصوت سيدنا بلال واستحسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصوت سيدنا بلال في أداء الأذان. الحقيقة الإنشاد هو الإذن الشرعي للأذان ولقراءة القرآن، اللي منه مبتدئنا نتعلم إزاي نتغنى بالكلمة، ثم بعد ذلك الأشعار اللي كتبت في مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعراء زمان مثل حسان بن ثابت. فبدأ الإنشاد من هنا. كل الحاجات اللي كانت تكتب في حب ومدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من أهم المنشدين في العصر ده كان إسحاق وإبراهيم الموصلي. والجدير بالذكر ان في المرحله دي ابتدى يبقى فيه منشده، يعني ابتدت المراه تدخل مجال الانشاد. كان من اهم المنشدات في هذه الفتره مثلا عليا بنت المهدي، كانت هي بتنشد، هي واخوها كان ابراهيم ابن المهدي، وكانوا لهم شان كبير في العصر ده. هو الإنشاد الديني يشمل التوشيح ويشمل الابتهال، بس هو التوشيح بيبقى عبارة عن أبيات ملحنة، يعني أربع خمس أبيات أو أكثر أو أقل، بيبقى ملحنهم ملحن، والملحن بيدي اللحن ده للشيخ يحفظه لفرقته، وبعد ما بياخد الشيخ اللحن يحفظه لفرقته خلاص الملحن بتكون مهمته انتهت، ويبتدي الشيخ يحفظ فرقته بقى اللحن دوت بطريقته، لأنه بيأدي اللحن بدون موسيقى. طبعا كمان في أشكال زي الابتهال. الابتهال برضه هو شكل مرتجل لكن ما فيهوش اي ثوابت، اللحن ما فيهوش اي لحن ثابت، يعني ما فيش ابتهال ملحن. الابتهالات بتبقى عباره عن ارتجاله من نص بيحفظه المبتهل ويقف يرتجل عليه لحن من خياله الخاص. بالنسبه للتوشيح الشيخ بيقول وبترد وراه البطانه، بتجد تناسق غريب جدا ما بين الشيخ وبطانته، امتى الشيخ بيسلمهم وامتى بيستلم منهم، وهم كمان ازاي يستلموا من الشيخ وازاي بيسلموا، حاجة عظيمة جدا يعني لحد النهاردة ما لقيناش حاجة بنفس المستوى. اما بالنسبة للابتهال، الابتهال الديني هو عبارة يعني زي ربنا سبحانه وتعالى ما بيقول في كتابه ايه، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. معنى نبتهل أي نتضرع وندعو الله تبارك وتعالى، فالمبتهل معناه أنه يدعو الله ويتضرع إليه. في الفن بقى أو في الوسط الإنشادي المبتهل هو عبارة عن فنان أو منشد بيدعو الله تبارك وتعالى بكلمات معينة بلحن مفتوح، يعني هو بيفتح لحن. ولو خدنا مثال مثلا قلنا يا من يا من إذا قلت يا مولاي
يا من إذا قلت يا مولاي وقال أقبل وقال أقبل فإن العفو من شاني أعصاك تسترني أنسى. الشيخ النقشبندي علم من الأعلام اللي لازم يبقى اسمه موجود في تاريخ الإنشاد في العالم كله، ومن أعظم ومن أهم الأصوات اللي اتوجدت في تاريخ الغناء العربي بشكل عام. في طبعا مشايخ طبعا كثر كتير، طبعا كان كل واحد فيهم صاحب مدرسة خاصة. عندنا طبعا سيدنا الشيخ محمد الفيومي، وسيدنا الشيخ عبد السميع بيومي، وسيدنا الشيخ كامل يوسف البهتيمي، وسيدنا الشيخ طه الفشني، محمد الهلباوي، وسيدنا الشيخ محمد عمران، وسيدنا الشيخ محمد الطوخي، ومشايخ كثر كتير يعني كانوا يعني أثروا يعني العالم كله بأدائهم وبأناشيدهم وبتهلاتهم. لا، المنشدين كثر في مصر. مستقبل الإنشاد مرتبط بمستقبل الفن بشكل عام، ولازم نبقى عارفين إن الفن في العالم في خطر. ثقافة الناس بتنحدر بشكل عام، وده لازم يكون محتاج لمؤسسات ترعى الفن وترعى الإنشاد. لازم يحصل تواصل ما بين الناس وما بين الفنون دي. لازم الأجيال اللي طالعة نقدر نوصل لها ونتواصل معها، لأن ده لو ما حصلش مش هيبقى فيه مستقبل، لأن هما دي الأجيال اللي احنا نأمل إن هما يكملوا مسيرة ما قبلهم. ابتدت الشباب تدور على بعض الكلمات الرقيقة الخفيفة السلسة التي تلاقي استحسان وتجاوب الجمهور والشباب الحالي، وده طبعا كنا بنشوفه طبعا يعني أو بيتميز به بعض المنشدين الشباب، يعني برضك أمثال طبعا مصطفى عاطف منشد جميل جدا وجذب إليه مجموعة كبيرة وعريضة من الشباب المنشدين بأدائه العصري. عايز ألفت النظر إلى حاجة جميلة جدا يعني بتحصل، مسابقة إبداع اللي بتتعمل على مستوى جامعات مصر. المسابقة دي بتطلع ما شاء الله نماذج بتفكرنا بالعصر القديم، بتفكرنا بأيام الشيخ علي محمود والشيخ طه الفشني، ناس فعلا عندها الموهبة، ناس موجودة. في الفترة الأخيرة بفضل الله أولا ومن وجهة يعني رأيي الشخصي بفضل الله أولا ثم بفضل مدرسة الإنشاد الديني.